ياسين، أنا عندي كارثة كبيرة قوي. أنا لما كلمتك في التليفون كده تمام، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، شكرا. احنا بس هنعمل الأشعة ديت علشان نطمن، بس ده ما يمنعش انك هتبات معنا النهاردة. لا بات ليه يا دكتور؟ ده جرح سطحي. لا ثانية واحدة، بيبات ليه؟ هو في ايه بالظبط يا دكتور؟ ما تتخضيش كده، انا ما فيهاش حاجة. هو فعلا ما فيكش حاجة، بس لازم تفضل تحت الملاحظة 24 ساعة علشان الإغماء اللي حصل لما وقعت على الأرض. لا بعد إذن حضرتك، أنا هتأكد إن ما عنديش ارتجاج وأعمل المحضر وأتوكل على الله. مش هينفع. لا هينفع إن شاء الله. ميرسي جدا يا دكتور. شكرا لذوق حضرتك. ميرسي. أنا هخرج النهاردة يا دكتور. قلت لحضرتك مش هينفع. مفيش خروج لحد ما نطمن عليك. أنا مفيهاش حاجة. بس بقى يا ياسين، كفاية الخطة اللي إحنا اتخضيناها. أنا آسفة يا ياسين. وأنت ذنبك إيه؟ أنا اللي كنت مقصودة أكيد. وليه ما كنتش أنا مقصود؟ سليم زي ما أنا مش طايقني دلوقتي. يا ريتني ما قلت لك إن أنا عايزة أشوفك ولا قبلك. وده كان هيغير إيه؟ سليم خلاص عايز نختفي، خصوصا بعد ما كشفت له نفسي هو وصافي. ده شيء مقلق جدا. انا قاصد اظهر له، عايز ارعشه. سليم ده يبان من بره كده تمام عظمه، لكن من جوه ركبه زمانها بتخبط في بعضيها. وده هيفيدنا في ايه بقى؟ يخاف فيتصرف بتهور. اللي زي سليم ده مش هيقعد بخطط وكلام من ده. سليم هيوقع نفسه بنفسه. يا رب يوقع قبل ما يأذي حد فينا يا ياسين. قلنا ما تخافيش بقى، تليفوني فين؟ تليفونك انا ما شفتوش خالص، وكان معاك اساسا؟ اه طبعا كان معايا وانا جاي لك. طب على فكره هو مش هنا يعني، ما تدورش، يمكن وقع منك مكان الحادثه بقى. الصوره بتاعت صافي وسليم اللي بعتها لك معاكي؟ على موبايلي طبعا. كويس. طب ممكن اعمل مكالمه من تليفوني؟ اه طبعا. مقفول ولا ايه؟ ده شكله فصل شحن اساسا. انا عايز اكلم والدتي اطمنها، اقول لها ان انا بات في المكتب. طب هات هات، انا هدور على شاحن اكيد في المستشفى هنا هلاقي. بجد؟ اه طبعا. انت تكلم مامتك وانا هكلم وائل، هبعته مكان الحادثه يشوف الموبايل. ممكن كمان يكون البوليس خده. على فكره هو اول ما حصلت الحادثه الدنيا اتقلبت في ثانيه، والبوليس جه على طول. انت طلعت واصل قوي على فكره. اتفضل. ياسين باشا. اهو البوليس جه على السيرة. عصام بيه. السلام عليك يا باشا. اهلين، منورين يا باشوات. تشربوا ايه؟ انت زي الفل اهو. والله؟ امال ايه؟ حبيبي يا باشا. معلش انا شفتك فين قبل كده؟ دي دنيا، صاحبة حسن ونو. اه صح. يا باشا. طب هم سؤالين كده على السريع، وانت عارف بقى الباقي بتاعنا. ما بتهمش حد. ياسين. بعدين؟ سمعتني يا عصام؟ ما بتهمش حد. ماشي يا باشا. نورين يا باشوات. تشربوا ايه؟ لا والله لازم. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.